طيب هلا شباب احنا بدنا نبدا في تشابتر 4. درسنا المره الماضيه عن انواع سيرت، ما كانش فيها اي ذكاء، وهي يعني ما كان فيها اي ذكاء، هاي كان فيها اي شيء ذكي، شيء الجوريثماتيك. هلا بدنا ندرس اليوم انواع جديده بالسيرت. خلينا نقول هاي نوع اسم بنسميها انفورمد. شو يعني انفورمد؟ يعني في معها معلومات عن المشكله قبل ما تبلش تبحث. هناك ما كانش في عندنا معلومات عن المشكله، صح؟ يعني احنا نبحث ما كانش عندنا معلومات. هلا هون بدنا يكون عندنا معلومات. بس قبل هيك انا طبعا مضطر امشي بسرعه لانه هذا مش مادة Advanced Artificial Intelligence، هاي مادة Artificial Intelligence. بس عشان ما حدش منكم ياخذ Artificial Intelligence مضطر اعمل سكان سريع. ففي كثير اشياء سيلف ستادي في السلايدز، انتو يعني تدرسوها لحالكم. طيب هلا في انواع السيرش، مذكرين شو اخذنا المره الماضيه؟ انواع السيرش اللي هي الان انفورمد، depth والbreadth والdepth limited والiterative والbidirectional. خذنا انواع ثانيه. تمام. غريب اللي محضرين هم الطلاب الفصل الاول يعني. طيب هلا بهذه الانواع لو جينا سالنا سؤال، خذنا مثلا البريد او اليونيفورم كوست، مزبوط؟ لو اخذنا هذه الانواع، لو سالتك سؤال شو بيلزمك معلومات، يعني انت بدك تعمل سيرش، عمليه السيرش او عمليه مثلا نافيجيشن على سبيل المثال، ابلكيشن زي ما كنا المره الماضيه، زي مثلا بدنا نعمل نافيجيشن سيستم، بنروح من هون على البست ايسترن، من جامعه نيو زيلاند على البست ايسترن، كنا نبحث بطريقه الجوريثماتيك بهذول الانواع. هلا لو سالنا شو بيلزمك معلومات خزنها عن المشكله عشان السيرش تبعك يكون احسن، شو بتقترحوا؟ السبيس دكتور، السبيس ستيت يعني. كيف يعني السبيس؟ يعني كل النوتس مثلا، والمسافات بين النوتس. المسافات بين النوتس اعطيناكم اياهم المره الماضيه. والدبث مثلا. واليونيفورم اعطيناك المسافات. رغم ذلك مش كويس. شو بيلزم غيره؟ نقول اوكي المسافات الحقيقيه بين النوتس، او كل النوتس تكون يعني معروفه واضحه تكون. كيف هي كل شو بيلزمك؟ هلا احنا اعطيناك المره الماضيه اسم النود، اعطيناك المسافه بين النوتس والعلاقات اذا في يعني طريق او ما فيش اللي هي انه في دايركشن. شو بيلزمك معلومات ثانيه؟ نعم اهم شيء المسافات، يعني تقدر عن طريق هذه تكون ممكن هذه المسافات محسوبه من اول، مش بدك تروح تحسبها. فاهم علي؟ لا مش فاهم، يعني تحسبي كل المسافات وتخزنيها. انه يعني كيف من اول ما تبدا مش بدك ترد تحسب المسافات وتمشي وترد، تكون اوريدي عندك محسوبه جاهزه، يعني انت عارف مسبقا انت وين بدك تروح. عارفين مسبقا، انا بقول لك بتروح من هون على فندق البيست ايستر. لا وين بدك تروح؟ مش عفوا مش حاسبين الباص مخزنينها. يعني ايش بتقول منى؟ بتقول نوع بنقول هاي النود، بناخذ كل النودز اللي في الخارطه وبنحسب البيست باث من هاي النود لكل نود في الدفه في الخارطه، بعدين بنروح على نود ثانيه وبنحسب من هاي النود لكل نود في الخارطه ومن هاي النود لكل نود في الخارطة. فبنحسبها ونخزنها وخلص، فيش داعي نعمل سيرش. مش هيك بتقولي؟ شو تعليقكم على هذا الموضوع؟ ما انا دكتور عرفت البست باث خلص يعني ذلك. هلا انت بدك تروح لاقصر وين السيرش مصفون في الموضوع؟ وين السيرش؟ هون اذا كنت انا عارف. لا هي ايش بتقول؟ بتقول مش كل مره احنا بندور على الاوبتيمال باث مثلا،
الاوبتيمال هون قصدي الليس كوستي كوستي من حيث الوقت او من حيث البنزين او من حيث بغض النظر. هلا بتكون هنا نوت اوكي هاي الخارطه وهاي النوتس اللي فيها، ناخذ كل نود وبنحسب اقصر طريق وبنخزن معلومات نخزنها ونسجلها. بناخذ على النود الثانيه لكل النودز، نروح على النود الثانيه وبنحسب مسافه ولا بنوجد اقصر طريق لكل نود منهم وبنخزنها. واهل ام الجره مال سمر مش عاجبك؟ مش مقتنعه مش عارفه ليه؟ لا انت بتحكي ان هاي طيب لو عندنا يا سمر عندنا احنا كم نود مثلا في رام الله لحالها بس هيك بس مسطح المدينه لحالها كم نود بدنا نحط؟ كثير كده ضرب رقم 100,000 نود داخل رام الله 100,000 نود. هلا 100,000 كل واحدة مع اللي قبلها واللي بعدها كل واحدة مع الكل قديش بتصير؟ يا ماما كثار كده ما بعرفش 2.1 هذا بس مدينة رام الله لحالها. خير انك بامريكا ولا باستراليا ولا بالقاهره مزبوط؟ اقتنعتي؟ مزبوطش؟ منى؟ هو في اكيد احسن. طيب حل ثاني؟ بل بده يكون الحال غير انه النود تحسب المسافه بينها وبين النود اللي بعدها مع كل النودز اللي بعديها وتاخذ اقصر مسافه. هي موجوده عند النودز اللي بعدها، المشكله مش اني اجد النود اللي بعدها. في اكثر من نود ممكن المشكله مش اوجد النود، ما هي موجوده، هي المسافه بين نود تو نودز، مش هاي المسافه مش هاي طيب هاي موجوده موجوده هاي معطاه زي مش المره الماضيه ورجيت لكم في اليونيفورم بس انا نبحث الجوريثم كان موجود فيه موجود الكوست النود هاي فيش مشكله فيها. يلا شو في افكار ما بيان؟ ممكن نقول كيف نشتغل عليها بالجيك ستروك. ايش بيساوي؟ توجد البست باث. توجد البست باث بناء على الادجيسنت نود لكل واحد. كيف يعني؟ اعطيني فكره، اشرحي لنا فكره. تشرحيش الالجوريثم يعني تكنيكالي بس شو الفكره؟ هي قريبه للبث يعني بتاخذ الستارت نود وبتاخذ الاقرب شيء لها اللي هو بتصنع معها لعبه. تاخذ المسافة الأقصر بعدين تمشي يعني كمان مرة؟ زي البريث تقريبا غيره؟ ديا مش عارف إذا في مجال إنكم مخزنين معلومة مسبقة عن إنه شو أقصر طريق يعني كانت قبل هيك يعني أو بالعادي تاخذ مش عارف شو ممكن تخزن. شو يعني؟ عماد؟ وليد؟ طيب درست اي اي قبل هيك؟ انا درست اي اي صح بس يعني بصراحه مش ذاكر تماما كيف بس انه ذاكر كنا انه لا بديش اتذكر المادة بدي اتذكر اقتراح من عندك اقتراح انه كانت الفكره انه انا لما اوصل مثلا بدي بين تو نودز وبصيت النود الثانيه قبل ما اعمل اي باك اقارن انه مع المسافات الثانيه اذا انا رحت هذا الباك بكمل صح يعني اوكي انا بنقطه في عندي اكثر من خيار انا دائما كنت اخذ الاقل بس اذا اخذت الاقل اوكي مشيت اللي بعده رح اجي ليش اقل ولا رح هات اروح اعطيك المثال انا بدي اروح من هون لفندق البيست ايسترن في رام الله اوكي انا في جامعه بيرزي احكي هنا افترض اني انا موجود على وين نفترض انا موجود على دوار على الشارع تحت هلا في قدامي اروح يمين وفي قدامي اروح شمال. نروح شمال بدي اروح وين؟ على بلدة بيرزي. وبعدين هناك في نوتس بتروح وين؟ تنزل على جفنا. او على عطارة او على هون وهون. وان جيت هون بدي اروح على ابو كاش، وابو كاش فيها تفرعات برضه، بدي امرق فيها كلها. هلا شو اللي بده شو يعني وين المشكلة؟ مش عارفة أنا صرت أفكر إنه هو مش دائما أقصر مسافة، إحنا عملنا من اسمه مسافات،
بنخزن مسافات، بس مش دائما اقصر مسافه. انا بحكيش اوكي اسرع طريق او اسرع طريق. مش مهم هذا صح. طيب مثلا الازمه ممكن تكون شيء مخزن مسافة. صح بتعرف مثلا انه ساعتها بصير الطريق ساعتها لا خلينا نقول كوست. طيب خلينا نتفق على كوست. ساعتها بنعطي الكوست مش المسافه، الوقت او الوقت او ناخذ معدل الوقت ومسافه مثلا. طيب. خلينا نحكي كوست. هلا انا المشكله وين؟ انه هلا الالجوريثم بدل ما يروح على ابو كاش وين راح؟ على بير زيد. غير مكمل على عطاره ورد راح على سنجيل وصل بيسان، وهو وين البستيسترين؟ حدنا. هاي المشكله الكبيره صح؟ طيب شو انا بقدر اساوي حتى انا لازم يكون عندك معلومات جميع. شهيل انا بسالك سؤال، شهيل المعلومات مثلا انه كل ما امشي انا الريكوست بالنوت جديد اقل من النوت بالنوت الاصليه. كيف يعني انا مشيت من هنا وصلت؟ ايوه وصلت مثلا بيرز، بتطلع المسافه مثلا زادت. شيل المسافه، مسافه بين مثلا من الستارت من هنا لبست اسمها النقطه الاصليه بديها اقصر اطول من الشيء اللي شو بعرفني. ما هو لازم امر فيه عشان اشوف. ليش ما عندك معلومات؟ كيف مش عندك معلومات المسافات بين النوتس؟ يعني بين النوتس انت عارف انه هاي من هون المسافه اذا مشيت هيك هي هاي هي ما هي هاي هي انا لو احسب واقدر احسبها بس انت طوالي بروح على ايش اكل قيمه. انت بتحكي محسوبات عندنا. مش محسوبات عندي انا المسافه بين نقطتين هذا اللي عندي. طيب بس هاي المسافه بين هنا وبس مش انت شو بعرفك انه في خط بين بير زيت وابو كش وبين ابو كش سردة وبين سردة والبيست ايسترن في خط في خطوط. بس شو بعرفني؟ لازم امرق وافحص انه في خط ولا فيش يعني عشان انا. طيب بكون عندي يا موجود يا مش موجود دكتور يعني موجود يا في خط يا فيش خط. لا في خط خلص ما بس بجوز الخط بدك تلف كذا وكذا عشان تيجي عليه. وبعدين في مش خط في خطوط. طيب من ما هون ما هي لازم لما تكون موجوده عندي محسوبه. لا ما هي قد يكون مو في 20,000 طريق من هون البيست ايسترن. طيب بكون عندي كل واحد مشي طريق قديش اخذ مسافه وقديش اخذ كوست بناء على خبره الناس اللي مشوا بهاي الطريق او بهاي الطريق سجلنا احنا بالخبره. اللي بيروح من طريق ابو قاش دائما بوصل متاخر او بياخذ كوست اكثر من اللي بيروح من طريق ثاني. لازم اسجل خبره كل الناس من كل نود لكل مش كل الناس كل طريق واحد او اثنين حتى في خبره في عندك اول مره يعني في الاخر زي ما حكت منى يعني في الاخر بنسجل بين اكثر طريق من نقطتين. انا بحكي لك لكل النوتس واذا وانت قلت 2 قوه 100 اذا في 100 2 قوه 100,000 في اقتراح ثاني انه كل مره كل حدا او شو اسمه يسلك طريق معين ويحسب قديش وبيحسب كم. هلا صار عندك معلومه وهذا الثاني سلك في حلول في حلول غير هيك. لا ما هو بدك اقل شيء في حلول غير هيك تكاليف حلول اذكى شوي. انا فاهم عليك بس انت اللي بتفكر فيه انه دائما بدك تحسب وتخزن. لا مش لا مثلا انت انا منى انت مصطفى انا رحت على البيست ايسترن من طريق معين انت ردت سلكت طريق معين انا مسجل معلومه هاي انا مسجل معلومه هاي على التست الحقيقي يعني في الكاس الحقيقي من عين. طيب هلا بالوقت بالحاله هاي نلقى حالنا سجلنا معلومات من بين عدد المعلومات اللي سجلناها 2 للقوة 100,000 هذا بس عشان انرم الله مثلا يعني كمان مره يعني اكبر مشكله انه الالجوريثم بروح بعيد خاصه الدبث هذا بروح بعيد جدا وتبقى ايش انه حد صح. طب اذا طول الوقت بده يحسب هل في شيء يقول لهالالجوريثم يعني زي شيء يعمل هيك زي المغناطيس يجي ظل يجي بوين؟ للمكان ده يروح للجول تبعنا ما يخليهوش يبعد كثير المسافه بين النود وال... مسافه كيف؟ بين الهدف والنود اللي وصلنا له نحط له اشاره مرور نحكي له كيف يعني؟ يعني زي ما كان يحكي زي ما بلش يحكي وليد يعني انا طول الوقت بدي افحص مش قديش ضايل لي ايوه قديش مرقت انا وين وصلت وقديش في مسافه بيني وبين الهدف اذا كثيرك اذا شو هالمسافه شو قصدك بهالمسافه؟ برضه مش بالضبط شوي طيب خلينا نتناقش مع بعض. طيب الكوست شو قصدك بهالمسافه؟ طيب الكوست اللي ضايل اللي الكوست اللي انا بدي ادفعه لما اوصل لهذا الهدف تبعي اذا الكوست عم بزيد غلط طريقي ما الكوست بعرفوش
طيب اللي بعرف الكورس المسافة المسافة الدايركت. المسافة الدايركت مش الخط مش الخطوط كيف يعني؟ يعني خط مستقيم بين أنا ما وصلت والهدف اللي رايحة عليه تمام؟ بغض النظر عن الطرق اللي بدي أقطعها. شو رأيكم؟ إذا أنا الخط المستقيم هذا بزيد إذا أنا عم ببعد خطأ طريقي أو مش هي ال قصدها تقول إنه كيس مسافة خط مستقيم بينك وبين الهدف فأنت وأنت رايح على بيز زيت أنت عمال أنت قاعدة تشايف إنه إيش بتزيد المسافة قاعدة تبعد عن الهدف أنت مش عارف إنه الطريق قاعدة بتدور عليها بس إيش قاعدة تبعد عن هدفك هو أنت شو بعرف طب ما هو أشي طبيعي بس هيك ما بليش أكثر مسافة دكتور احنا بنحكيش على اكثر بنحكيش على اكثر مسافه من ناحيه مسافه احنا بنقول يعني لس بعطيني باث احنا بنقول عصام لس كوست هل الكوست كلبه اكثر من شغله كلبه مسافه كلبه برهه ايوه بعطينيش المينيمايز كوست يعني ليه لانه نفترض انه مسافه يا اخي افترض جدلا انها مسافه افرض انه مسافه اجيت على طريق وبعيد يعني نفترض انه احنا بندور على اكثر مسافه أكثر مسافة بس عشان على طريق بعيد لقيت إنها أطول من الطريق المستقيم فرجعت خطوة لورا ورجعت كملت في طريق كمان طويلة بس أكثر من الأولى يعني قصدها تطلع كلك كيف أول شيء خلينا نتفق ندور إحنا على أكثر طريق مسافة إيش بتقول لأبي تقول لك أنت في بير زيت وبدك تروح وين على البست إيستر هلا أنت إذا روحت على اليمين على الشمال وين بتروح على بير زيت تبعد عنك عن الهدف ستريت لاين ديستانس اللي بتكون عنه مزبوط هي تكاد تبعد عن الهدف ايوه هي بتقيس المسافه هلا هي ايش بتكون مع مسافه مسافه ايش مسافه افقيه مسافه مش هي بدها امشي مش مسافه الباث اللي على الخط انا فاهم هي بتحكي انه المسافه من هنا للبيستر خط مستقيم مثلا قصدها خط جوي خط جوي مش على مش على الارض كيلو 2 كيلو مثلا مش على الارض مش على الارض لا 2 كيلو وراحت لفت طريق طلعت الطريق نفسها 3 كيلو ولسه ما وصلتش لا هي هلا شايفه حالها لما تروح على اليمين على الشمال شايفه حالها انها ستريت لاين ديستنس ايش قاعده هي بدها تعمل فوركاستنج يعني انها قاعده تبعد عن الهدف هلا لما تروحي على تروح على الشمال على على اليمين تروح على بوكاش شايفه حالها ايش قاعده ايش بتكرب على هذا بس هي لسه مش عارفه انت علي لقدام قبل ما تمشي لسه هلا لو سالت انا عليه سؤال كيف بدنا نجيب هالمعلومه نخزنها بتكون مخزنه مش بس المسافه بين كل نود والنود اللي حواليه والنودز اللي حواليها لا كل نود والهدف افقيا بين النود انا واقف عليه فيش هدف انت عندك خارطه يعني لو بنحسبها مثلا ما فيش خط انا عنده اقتراح لهي النقطه تحديدا طيب منين بدنا نجيب هالمعلومه هاي كيف بنقدر نجيبها بدون ما نخزن ونتعب و جوجل كيف في النقطه جي بي اس طب الدكتور كيف يعني جي بي اس؟ بستعمل جي بي اس محل ما انا واقف على الهدف اللي بدي اروح عليه وفيش شيء في الجي بي اس بيعطيك الخط الافقي بينك وبينه او قديش انت بعيد عنه مش طرق مش انا اللي بسال مش انت بعرفش اقول لك الجي بي اس شو بيعطيكي؟ تقولي له هاي النقطة قديش احداثياتها؟ طيب قول لك اكس كذا كذا وكذا اكس وواي والهدف قديش احداثياته؟ كذا وكذا خلص نحلل نحسب المسافة بين الاختين شفتوا كيف؟ نحسبها طيب مقتنعين بهذا الالجوريثم؟ لا هذا جورج نمشي شو طيب قبل ما نمشي هاتوا نعمل ديسكشن ثاني هناك بكينا نحكي سيرش على ديستانس هلا انا انت بتشتري من ماكينه قهوه مثلا وبدها ترجع لك ايش؟ كوينز شو بسموه؟ عملات عمله حديد يعني ده اللي بدها ترجع لك هي المينيمم نمبر اوف كوينز يعني مش بدها تفر كل اللي عندها ترجع لك لها قرات شو بدها ترجع كيف نحسبها يعني ترجع اقل عدد
من الكون العملة حاطط ماكسيموم مينيموم بدها تكون دكتور عندها قدي أكبر قيمة عملة عندها تحديد وبدها تحاول تقسم على هذا العدد يعني شو الباقي وتحاول تطلع الأجزاء تنقص أول يعني إذا كان عندها أكبر قيمة مثلا 10 شيء ولبدا ترجع مثلا 11 معناته بدها ترجع 10 بلس وتدور شوف هذا الجزء اللي ضل في اقتراح ثاني؟ مزبوط أول شيء بنبدأ من الكبير بعض هاي مشكلة سير تقول كيف تتعرف إنه هذه 10 مثلا؟ لا هي عادي يعني عندها موجود عارف شو موجود عندها عندها هذا شيء هذا شيء سهل يعني هي على الوزن يعني في رقم في طرق لا لا هاي بيكون ما العشرات بمخزن والخمسات بمخزن وكل واحد فيه له وزن كمان طيب لو عندي هاي المشكله عندي هاي الخارطه وبدي سياره تروح تزور تبدا مثلا هون السياره تبدا تزور كل النقاط اللي في الخارطه هاي بسموها ايش؟ ترافل سيلزمان بروبلم انه يعني سياره تلف توزع بضاعه على كل هاي المحلات انه محل تروح نيكست بحيث انه لما تروح في اخر اليوم تبقى قاطعه اقل مسافه انترستنج المشكله اه هون كمان مرة شو المعلومات اللي بتلزمكم عشان تقدروا تعملوا امبروفمنت على عملية السيرج؟ فكروا فيها بالبيت. هاتوا زي ما انتم ملاحظين هون اقل عدد من الكوينز اللي انا بدي اياه هو البريفرنس يعني في عمليه وكانه في بريفرنس في عمليه السيرش اكل مسافه كانت اكل مسافه بس في الاخر عبير حكت هي مش اكل مسافه خلينا هي هذا على الحقيقه اكل مسافه بس وكانه هون في عمليه في المعلومات اللي بتلزمني سوري خليني هون في المعلومات اللي بتلزمني وكانه في فانكشن ثاني ببعد قديش انا ببعد ايش عن الهدف لاني كل ما ببعد عن الهدف وكاني ايش بفقد بوصلتي قاعد ففي شيء اسمه نعمل ايفالويشن فانكشن على فكره بغض النظر اذا كان ستريت لاين ديستانس او لا بغض النظر لو في فانكشن هي بكل انت قاعد تبعد ولا بتكرر إيش هذا نسميه إيش F of N for each node family of search methods with various evaluation function يعني استميت إحنا إيش desirability أنا بدي أقيس شو هنا البريفرنس تبعي desirability بدي أقدرها تقدير usually gives an estimation للdistance هاي اللي هي بنسميها ايش هيوريستكس فعنا الاف الاف اوف ان هو بعته ايفالويشن فانكشن عشان احسب لي ايش الديزيرابيلتي هو بنسميه له هيوريستكس لانه هذا مش اكيد الكلام هيوريستكس بالتجريب طيب في تو الجوريثمز هلا بدنا ندرسهم هذه السبت اللي حكيته قبل أنا هون وإيش بدي أوصل هون هلا افترضوا إنه أنا في عندي المسافة بين إيش كل نود والجول يعني مسافة ها لا straight line distance لأنها بنقدر نحسبها حساب سريع جدا كمان حكت منى بجوجل إيرث بحسبها أو أنا أعطيك الخمسة أنا بعطيك الخارطة من الثلاثة معاهم صورة ولا لا؟ مش صورة؟ يعني أنا أعطيك إيمج حجمها بجوز
100 كيلو وانت تقدر ايش تساوي؟ تحسب المسافه من هاي لهاي. صعب هاي نجيبها؟ صعبه؟ نعم. فايش كانت تحكي عبير؟ انه انا هون بدي اجي هون، اذا بلشت اذا رحت هون شو بساوي؟ قاعد بشو بساوي؟ ببعد عن الهدف. وان جيت هون كمان ببعد. ان جيت هون شعرت حالي مشيت مليح، باجي بعدين هون اجي هيك ولا اجي هيك؟ بعرف شكله احتمال اجي هيك. بعدين هيك ممكن، على فكره ممكن مش دائما بزبط، هو ممكن اجي هون لانه ستريت لاين ديستانس قد انه فيش طريق مين ابو كرش والبيس ايسترن، قد انها الطريق فعلا لازم اروح على بير زيت جبنه، بس شو مشكله؟ طب شو اساوي؟ بروح بمشي. افرض اني جيت هون مثلا جدلا، شعرت حالي ابعدت، بلاقي اشي اقرب، مش مشكله برجع وبرد اكمل. هذا اللي شو بنسميه؟ هذا اللي بنسميه الجريدي. هذا الفانكشن شو اسمه؟ جريدي. شو يعني؟ جريدي ايش؟ جشع. شو يعني؟ طماع. هذا الالجوريثم طماع. ليش طماع؟ لانه بده اصلا شيء. وين المشكله في الطماع؟ بده كل شو المشكله في الطماع؟ مش انه بصدق الكذاب صح؟ وين تبغى غلط الطماع؟ الطماع دائما بيشتري مليح، بس وين تبغى غلط؟ لما صدق كذاب. هلا وين؟ هل هو صح؟ قاعد بنكرر على هذا، بس اذا المعلومات صح بيمشي الطماع، اذا المعلومات مش مزبوطه الطماع بتخربش بخسر. طيب شو الجريدي بيساوي؟ expand nodes that appear to be appears to be يعني مش شرط شكلها مالها closest to the goal estimate of cost form n to goal اللي هي straight line distance، يعني ال h لل n straight line distance from n في وضعنا في مثالنا احنا وين؟ لا بوخارست. يوتيلايز الفانكشن هنا انه في بنقول الايفالويشن فانكشن ايكوال اتش اوف ان. شو اتش اوف ان؟ اللي هي ستريت لاين ديستانس، يعني اف هون ايكوال اتش، عشان ليتر تنشوف بجوز نضيف على الاتش شيء ثاني. هاتوا نتبع الالجوريثم. هلا احنا هون قديش احنا بعد احنا هون قديش بعد احنا عن الهدف؟ 366. قديش عصام؟ 366. اللي مش شايف جبت هون قديش يا ريان؟ علي صوتك. 366. انا بعيد عن الهدف تبعي. طيب هلا انا بروح على بشوف النوتس اللي بحدي، مش مشكله طلع عندي شو؟ 300. هي بعيد عن الهدف. 374 329 253. وين اروح؟ شو معناته هذا الرقم؟ يعني انا هون في عندي هون وهون وهون، انو اقرب فيس يعني ستريت لاين ديستانس اقرب؟ ما هي مش مسافه حقيقيه، هي مش مسافه حقيقيه، ما طلعتش اصلا على المسافه الحقيقيه هون. هاي المسافه الحقيقيه مسجله هون، طلعت عليها؟ لا. ترى هاي المسافة معطاة معي؟ هاي المسافة حقيقية؟ لا. معطاة. هاي لا مش معطاة، بس نحسبها بسرعة. هاي أنا أعطيك إياها هون، بس يعني لو أنا مش أعطيك إياها أنت بتقدر شو تساوي؟ بقدر أحسبها في الأصل. طبعا بتقدر تحسبها. هلا فلما باجي هون أنا يعني بشوف على أنا أقرب على الهدف ستريت لاين ديستانس. طيب جيت هون. هلا انا وصلت هون وين اروح؟ عندي المطيه. هات بدنا نشوف، قبل ما نشوف شو اللي تحتها. هي طلع في عندي تحتها اول شيء اني ارجع على اراد. ولما برجع على اراد قد ايه بصير المسافه بعيد عن الهدف؟ 366. واذا في وين اروح كمان؟ على ابصر شو اسمها هاي اللي هي جيمز هاي فقراس، يعني اذا بروح على فقراس قديش بصير بعيد عن الهدف؟ 176. وفي وين اروح كمان؟ على
اوريديا قديش بعيد عن هذا؟ هاي 380 او اجي هون قديش هاي بعيد عن هذا؟ 193. وين بروح؟ الاقصر 176. جيت هون هلا ايه وصلت لها بعد لاني بشايف هاي صفر وهاي بنفس الطريقه هاي صفر وهاي فهاي هاي على السريع ترتب هذول على السريع وصلت المدينتين الثانيات انا ما بروح لهم الا قبل ما اخلص الكول الباثز اللي من المدينه الثالثه اللي هي من لا انا هون من هذول شايفهم انا شايف قديش بعد مسافه هاي معلوماتني موطا انت هون تفحص شو المدن اللي حواليك ثلاث مدن وشايف المسافه هلا عندك تقدر طوالي تحسب فورا قديش بعيد ستريت لاين ديستنس عن الهدف هاي الجدول هون معطى انجاز التعبير فانت شوفت هاي بعيده عن عن عن, عن ال 329 و400 و374 واللي جيت عليها انت هاي بكتش بكتب بعيده هاي 253 صح ف جيت عليها بسرعه طب مضمون دائما بلاقي الحل في هاي السيرش انا هذا سؤالي انا اول شيء هل دائما بلاقي الهدف لا. تخيلي انا بده يتخيل يقعد يتخيل لي انه كيف ممكن ما نلقاش الهدف كيف لو وصلت طريق مسدود لو وصلت طريق مسدود ما فيش لقدام اي حل لوقف ممكن نقول بينك وبين بينك وبين هدف مسافه قليله بس هو فعليا في جدار او حاجز يعني انت بدك تطير في جدار او حاجز تلف وتبعد عن تبعد كثير عشان توصل خلينا ناقشها would you use this in Palestine؟ لا ليه؟ فيش استراتيجية لأنه دائما طريق مستقيم لأنه في عنا حواجز في عنا مش كل الطرق مسموح نمرق منها حتى لو في طريق هاي الطريق مسموح لفلان يمرق منها وهذيك هذيك لفلان ثاني صح؟ هاي غير هاي واحد اثنين في شو في مشاكل بهاي طريقة يمكن ما تعطيني أقصر يمكن ما تعطيني أقصر كيف؟ الدكتور ما يكونش عندي أساسا ما يكونش عارف المسافات الحقيقية كيف يعني؟ كلش موضوع عندي شوف الستريت لاين ديستانس سهل لانك هذا بتحسبه حساب على الخريطه صحيح هذا صح 100% بيطلع ممكن مثلا في خط مستقيم بين المحل ما انا والجول اللي بدي اياه مش راح تمشي فيه اكيد يعني راح تبقى اطول فيش اقصر تمشي تقعد كمان مره انه مثلا في طريق مباشر بين نقطتين مش راح تمشي فيها اكيد يعني عشان راح تروح على نقطه ثانيه الحاله اللي بتقول فيها انت بنتناقش فيها اخر شويه شو في كمان احلى احلى طب انو احسن هذا الالجوريثم نطبقه في السعوديه ولا في اليمن في السعوديه ليه لانه اليمن صحراء في الجبال غير انه اليمن صحراء لا جبال فيها بالعكس عكس شو يعني يعني طرق معدل يعني الفرق بين الستريت لاين ديستانس والمسافه الحقيقيه كبير ما فيش صح طب السؤال هل دائما هذا الحل بيعطيني اكثر طريق افرض استعملته هل بيعطيني اكثر طريق كيف ليش لانه مرات المسافه بتكون المسافه الخياليه خلينا نقول بين المنطقه اللي انت فيها واللي بدك تروح عليها صغيره بس لما بدك تمشيها مشي تكون هي ملايين الالتفافات مثلا طب رايح جاي تمام رايح جاي اذا زي ما حكيت عني انه هل هو اول شيء كومبليت دائما بيعطيني لا دائما بيعطيني لا ليه لانه ممكن ايش يكون استك في لوبس كثير بروح من هناك برد برجع برد روح وبرد برجع برد روح وبرد برجع بضل يلف لي لف لي لف لي لف لي وايش بعد حي سلايس حول نفسه هل هو التايم تبعه كيف التايم ب القوة ام بس في تحسين ولا لا؟ سبيس طبعا لازم نحط كل النوتس في الذاكرة كيف تحسن؟ انه اوبتيمال؟ لا ما تنش اكثر طيب في افكار لتحسينه؟
هل في افكار لتحسينه؟ كنت بدل ما ناخذ ستريت لاين ناخذ قديش ضايل ليفلز، عدد الليفلز اللي ضايلت لي عشان اصل الجول ستريت. كيف يعني؟ يعني مثلا حتى البرانش، يعني اذا بدي اصل من الستارت ستيت للجول ستيت بشوف قديش ضايل لي ليفلز حتى اصل ليفلز، يعني قديش بدي امشي. ليش ليفل؟ طب هو عند المسافه بدل الستريت، هو عند المسافه الحقيقي بالضبط. انه انا شو بساوي اف مش بس في قلبها ايش اتش الاف الايفالويشن فانكشن، مش بحسب فقط قديش ضايل قديش بعيد ستريت لاين ديستانس. طب صرت ماشي من صرت ماشي ها طلع هون، مش انا صرت ماشي طب المسافه المشي، طب هي المسافه الحقيقيه موجوده كمان، فشو بساوي؟ بحسب الحقيقية زائد اللي بتوقع. الحقيقية زائد المتوقع. الحقيقية هل صرت مخلصها متوقع منش من هون؟ هم كنت توقع من وين؟ من حد ما وصلت. من حد ما وصلت للهدف. هذا هو الفانكشن اللي بعده. يعني هاي أول شيء عبير اكتشفت أول واحد، وهاي بيان اكتشفت الثاني واحد. في ثالث واحد حضروا حالكم. طيب شو يعني؟ إنه اللي هيوريستيك فانكشن هون شو صار في عندي أنا؟ صار في عندي بيساوي المسافة الحقيقية اللي قطعتها زائد المسافة المتوقعة ممكن ستريت لاين. هون لحظة ما نسميهاش ستريت لاين ديستانس، نسميها اتش او ان. لأنه ليش؟ هذا في حالة السيرش على الخارطة، عم نحكي على ستريت لاين ديستانس. افرض انه في عندنا المشين اللي قلنا احنا قبل شوي بترجع مساري، حساباتها بتختلف. افرض انه في عندي البازل، حساباته بيختلف. افرض في عندي المذر بورد هاي اللي بحط عليها التشيبس، حساباتها بتختلف. ها هلا احنا بدنا نعمل كومبينيشن زي ما عملت بيان بين الجريدي واليونيفورم كوست سيرش. باختصار طلب، هاي اراد وهاي ايش؟ بوخارست. وانا بدور على بوخارست، قديش انا بعيد المسافه اللي الاستيميتد 360؟ قديش مسافه قطعت؟ صفر. باجي هلا اذا انا قطعت هاي المسافه، ما انا عارف انها 140 زائد 140 زائد شو؟ المسافه من هون لهون ستريت لاين ديستانس. بعدين هاي ايش؟ قديش قطعت؟ زائد المسافة المتبقية. قديش قطعت؟ زائد المسافة المتبقية. يعني هاي المسافة الحقيقية زائد ستريت لاين ديستانس، وهاي الحقيقية 75 زائد ستريت لاين ديستانس، وبعدين 118 زائد ستريت لاين ديستانس. فبلكي هون أقل واحدة ايش؟ 393. ها؟ يعني جيت على هون مزبوط، بمشي هون هيك بلكي ايش؟ لاحظوا قبل شوي منين جينا؟ من هون 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 صح؟ فأنا شو سويت هنا؟ غيرت محل ثاني. محل ثاني هذا الفانكشن خلينا نروح محل ثاني هلا. شوفوا كيف شو صار؟ إنه وأنا هون لو بدي أرجع بدها تصير التكلفة علي قديش؟ 671 من هون. لو بدي أرجع مطرحي 664. إن جيت هون على فقراس بصير 415، بينما لو جيت على هاي بصير قد ايه؟ 413 مش 415. ها؟ طيب اذا جيت هون هلا انا شو بدي اسوي؟ هون بدي احسب قديش هذول النقاط. لحظة برميش انا هذول المعلومات. جيت هون جيت هون، لما جيت هون هاي ارقام اقراركم الارقام 526 417 553. انو اقل شيء؟ 417. في كل شيء اقل شيء، في كل الاخر ده اقل شيء. انو 415. انا اذا انا جيت هون بعدين غيرت رايي رجعت وجيت هون، بس لما وصلت هون اكتشفت انه لا لازم ارجع ورد اكمل من وين؟ بس انا ما حسبتش بقى. طب صارت رجوع دكتور رجوعي، ما هو اخذ وقت. لا لا رجوع هذا مش رجوع، مش انت زرتيها حقيقه. انت بس تحسب قبل ما تمشي. طيب ها
إذا رديت رجعت وجيت على هاي صار 417 503 500 وإشي 400 وإشي 500 وإشي 600 وإشي 600 وإشي 400 وإشي هي إذا 417 أكل وحدة هذا وين أنا صرت هون هلا وأنا هون جيت الكيت 418 الكيت الهدف تبعي يعني لا أول إشي أو خلينا نتعلم أول شغلتين إنه أول شغلة إنه هذا الألغوريثم بروح وبرجع طبعا انتبهوا برضو الجريدي بروح وبرجع بالصدفة بالمثال تبعنا ما راحش يرجع لا هاي واحد اثنين الأوبتيمال باث أنا واحد هذا الأوبت هنو أكثر طريق هاي ولا هاي لا صار هذيك اللي ما مشيهاش هاي اللي مشيها هلا أكثر طريق لأنه أخذ بعين الاعتبار قديش مشي مركزين معاي شو رأيكم بهذا الألغوريثم أحسن من هذا ليه في إيش في الأوبتيمال بوصل الأوبتيمال بيوصل الأوبتيمال عن جد بيطلع الأوبتيمال صح لأنه في شيء حقيقي بقيس عليه مش بس شيء خيالي بس كان في طريقة نفس المسافة واحدة منهم مش مشكلة اثنين صح ممكن تعيد النقطة الأخيرة دكتور الأوبتيمال هلا شو يعني اوبتيمال بيست باث بيست باث بوجد لك فعلا البيست باث هلا هذا 100% بوصل لك البيست باث لانه لما اجى هون رجع لك هاي مسافه اقصر هاي لك انه لو راح هون احسن بعدين رد رجع كمل من هون كمل من هون هو اصلا واضح في كل النوتس اللي شايفينها انه هاي ايش 418 فبدون ما نكمل هون وهون يعني مش زي البريث والديبث نكمل فيهم كلهم تانت لا 100% هذا ايش بيساوي طلع لنا ايش الاوبتيمال باث لاحظين يعني دكتور الطريق اللي انا ماشي فيها هي الطريق الصحيح واحدة الطرق الصحيحه هلا هاي هي الطريق هي اكثر طريق مش الجريدي جابني هاي الطريق صح الجريدي مش اوبتيمال طيب عشان نفهم هذا اكسرسايز بس بتحلوه في البيت لحالكم هذا اكسرسايز ثاني يعني هاي انت بدك من هون لهون ها او من سوري من هون لهون حلها في البيت لحالك وشوف شو بيطلع النتيجه وهي هاي واحد مثال ثاني بتحله في البيت شوف شو بيطلع منك النتيجه او سوري حتى محلول هذا هو محلول هون هاي كمان مثال اخر وهي اخر هاي كلها أمثلة عشان تقرأوها لكم في البيت تدربوا عليها مش عشان نحلها في الصف. طيب هلا في المشكلة وين في هاي الهيوريستكس هاي؟ لاحظوا إنه الفكرة اللي بدرسكم فيها أنا هون مش الألغوريثم نفسه. في مادة الـ AI بندرسش الألغوريثم نفسه لأن إحنا مش تخصص ألغوريثم. فكرة إيش؟ الهيوريستكس هي الفكرة المهمة. فكرة الهيوريستكس انه في عندي فانكشن بحسب الهيوريستكس وهي اللي بدها شطارة كل حسب كل مشكلة بدها تصمم الهيوريستك فانكشن حسب كل مشكلة بدها تصمم الهيوريستك فانكشن هلا من شو طبيعة هلا هات بس ندخل شوية نشوف شو طبيعة الهيوريستك فانكشن هلا في اشي اسمه admissibility شو المشكلة هي عادة في الهيوريستكس زي في مثلا straight line distance شو انا بدي اقلل الكوست عشان اوفر العقود معين انه فيش اوفر استيميشن اوفر استيميشن شو اوفر استيميشن انه بعد المسافة بعد المسافة الستريت لاين ديستنس اللي تقدرت ماشي نقول ستريت لاين ديستنس المسافة اللي تقدرت تقدير عن المسافة الواقعية بيكون ايش؟ كبير كل ما زاد كل ما ايش؟ نسميه اوبتوميستيك يعني صار فيه صار فيه في شيء ايش؟ لأنه الفانكشن بيتبع كعدمية هل اللي بيقدر له صح؟
مزبوط لي ال الاي ستار، سوري انا كنت بقول الاول اسمه جريدي والثاني اسمه اي ستار. مزبوط الاي ستار اخذ بعين الاعتبار المسافه اللي قطعها، بس لازال في جزء من تقديراته مبني على شيء مش حقيقي، على شيء مش حقيقي، هذا مقدر تقدير. وبالتالي لازم هاي المعلومات تكون ايش؟ ادميسابل بنسميها. فبنسمي الفانكشن هذا ادميسابل اف فور افري نود ان، لكل نقطة في عنا h of n لازم يكون أقل أو يساوي h star of n. شو ال h star؟ true cost. يعني سوري هون admissible إنه مستحيل المسافة اللي مقدرة تقدير تكون أكبر. مستحيل. مستحيل تبقى، مش المفروض تكون أكبر من المسافة الحقيقية. طب دكتور يعني هلا في الحالة بنعرف احنا المسافة الحقيقية؟ المسافة الحقيقية معطية بهي. طب ليش قدرنا مناخ؟ ليش قدرنا؟ أنت ما دخلش مخك الفانكشن حق الأمانة. هلا انا لاحظ انا هون شو بدي اجي هون، انا قست ايش؟ ستريت لاين ديستانس. هذا حساب تقدير، هذا بدون ما تفكر، هذا فانكشن صغير جدا 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 من الايمج فايل بقدر احسب لك اياه، صح؟ بدون اروح على جي بي اس ولا على جوجل ايرث، صح؟ هلا المسافه الحقيقيه معطى بين ودن. شو سؤالك؟ وين الاستيميشن هاي؟ هاي مثلا الستريت لاين يعني خلاص اوكي. هاي السؤال هاي ف never overestimate the actual road cost. خلينا نتعلم ثيوري جديدة بتقول إذا كانت H admissible 100% النتائج اللي بتطلع معنا شي هي اوبتيمال. شو رايك يا سمار؟ كيف انت بتحكي انه لازم تكون ال h of n اللي هي الاحتماليه الستريت لاين لازم تكون ادميسابل، يعني اصغر من يعني اصغر من ال اكيد صح اوبتيمال. اوبتيمال اول شيء خلينا نشريها. شو يعني ادميسابل كمان مره؟ هاي مشكله بعرف. شو يعني ادميسابل شريهان؟ منى انه الاكتوال اقل من المتوقع، انه الاكتوال العكس المتوقع اقل من الاستيميت، المتوقع اقل او يساوي يا شريهان في انتهاك اياه. المسافة المتوقعة دائما أقل أو تساوي المسافة الحقيقية، هيك بنسميها. هي بدها تتاخذ إذا إحنا بنحسب حقيقيا عادي. أيوة. هلا إذا هيك دائما أنا بطلع نتائج تبعة السيرش أوبتيمال. مش مشكلة إنه صح، منعرف هاي ثيوري، أصلا ثيوري دائما صح. بحكي هاي مشكلة. مين حكى مشكلة؟ حسام. ليه وين المشكلة؟ لا العكس حسام بقى اتوقع انه طب دكتور خلص مع العكس. هلا الادمسبل بنحكي عن مش عن الاي بلس، عن الاي ستار، عن الاي ستار يعني المجموع الاثنتين لازم تكون اقل من الاكتوال. انا ما حكيتش مجموع الاثنتين، انا بحكي على اتش بس اتش اللي هي مش الاكتوال. الستريت لاين. هلا سؤالي انا انه كيف أنا هو بثبت لي بحكي لي كيف إنه هاي إذا هاي أدميسابل هاي دائما أوبتيمال. يلا ما هو دكتور الخط المستقيم أقصر الطرق باللوجيك رول شكله. على كل حال عندكم الطريقتين للبروف، بس أنا عادة بشرحهنش هذول، بشرحوهم في البيت ومطلوبات هذول في الامتحان كمان تكرهوهم في البيت، بس تذكرت شو قلنا
انه دائما اذا ادميسابل معناته اوبتيمال. طيب نتعلم شيء ثاني عنه، كونسيستنت. الهيوريستكس لازم تبقى ايش؟ كونسيستنت. شو يعني كونسيستنت؟ If for every node n, every successor n star in dash, شو اسمه prime of n generated by any action, we have that. دائما لاحظ دائما هاي المسافة أقل أو تساوي مجموع المسافة هاي المسافة هاي. يعني الطريق المباشر بين تو نود تساوي من اقل طريق من الطريق المباشر straight line distance between two nodes دائما اقل او يساوي مجموع مسافه اذا كان في نود بالنص. الطريق المستقيم اقصر او يساوي. هو اكيد هذا لا هو لازم تضمنها هاي. هي اذا حطيت داتا متلعبش ادميسابل كونسيستنت بيكون في غلط في الداتا نفسها بغض النظر. هلا احنا بنحكي مو هي شكلها الامور واضحه بالنسبه لكم لاننا بنحكي عن خاطئ مثال هذا في خاطئ بس تخيل لو بدك مصاري بترجع المصاري تخيل كل هاي الاشياء بدك تاخذ بعين الاعتبار انه دائما هذول ادميسابل كونسيستنت. طب انا مش قادر اتخيل شو الاتش ان للمصاري. هلا بنشوف بعد شوي في عندي على مثلا على ال بعرف اصعب شيء اصعب شيء في الدنيا في اللي بده يعمل عمليات السيرش انه يعمل جود هيورستيك فانكشن. مزبوط كلامك على فكره مزبوط. طيب اذا ثيوري 2 اذا اتش كونسيستنت نتيجه الشغل الالجوريثم شو تطلع؟ هلا consistency is also called monotonicity. Monotonicity. Admissibility يقود انه يكون عندنا consistent. كمان مرة. يعني الرول الأول يقود الرول الثاني الادميسبل. لا هاي الرول هاي ثيوري وهي ثيوري. مش مرتبطات مع بعض يعني إذا شرط انه يكون لا هاي للدقة احنا هون بنحكي. للدقة دائما لما الواحد بيشتغل لوجيك لازم يكون دقيق جدا. بس هاي does not imply هاي في الوقت الحالي. طيب. هلا وكانه الاوبتيماليتي بس نناقش الاوبتيماليتي شو ليش هذا بيعمل الاوبتيمال ليش؟ لانه تخيل انت هون وكانه ايش؟ مش هاي هاي المفروض في الوضع انه ما فيش عندنا ستريت لاين ديستنس زي اللي بتلف في الـ زي اللي بتلف وهي بتكون السنتر صح؟ بس لما بيكون في عندي ستريت لاين ديستنس هذا المغناطيس اللي عملت لنا اياه عبير اقتراح ايش بضل يساوي؟ جر ايش؟ الالجوريثم بهذا الاتجاه. هلا هاي فبنقول جراجولي يعني احنا من كل مره بنمشي من اد سوري مش من اد بنزيد الاف كونتورز يعني هذول المناطق تقراوا هاي التفاصيل في لحالكم لانه انا يعني في الماده هاي بس عمليه ريفرش بس كله مطلوبه. هلا the number of nodes the complexity هون within the goal contour the goal contour اللي هو اللي فيه آخر واحد يعني آخر هاي contour وهاي contour وهاي contour دائما آخر واحد is still exponential يعني the complexity تبعت الـ A star إنه فعلا exponential طبعا بالآخر exponential انتبهوا with respect to length of the solution بس ايش بترد انذر الجوريثمز لا شك واضح صح. frequently space complexity is more important. شو يعني سبيس؟ كيف سبيس تبعته سيئه طبعا لانه بيخلي كل النودز تخزن هاي بنخزن كل شيء في الذاكره انا بعد اللي شو رايكم مشكلته ايش هي سبيس كمان مرة complete optimal.
تايم سبيس تايم سبيس اكسبوننشال. ما يخزنش يحسب على المحل. ما يخزنش يحسب على المحل شو يعني؟ ما كيف بده يرد يرجع هنا؟ طيب بس خزن تو ليفلز اه تو ليفلز يخزن خلص يعني. هو مشى مثلا الليفل رقم واحد وهو هسه في اربعه، شو بده في رقم واحد؟ خلص خلص شو ضروره؟ اها غيره يعني هو فعليا بس بضل مخزن اصغر اصغر. مش احنا عملنا كنا نحسب ارقام رجعنا من 417 ل 415. اورجيكم الصوره يعني احنا بس بنخزن اصغر ارقام. اورجيكم الصوره هاي لما رجعنا واخذنا ال 415 الاكثر خلاص يعني اصغر رقم من الرقم اللي وصلنا له مخزن بس طب اصغر رقم ممكن بعد ما امشي بعد ما امشي ممكن تزيد شو بدري بالضبط ما عندي اذا كمل ترجع تصير اكبر بضطر ارجع لنقطه ثانيه بس قديش ما دائما بتختار الاصغر اوكي بس بعد يعني برضه انا كنت اخترت الاصغر بس بعدين اضطريت انها كبرت كثير واضطريت ارجع ليش اصغر من قبل اصغر ارجع من اول جديد بدي اخزن المينيمم والباث تبعها لا ما هو هي معروف معروفه طيب منهم ولا ما هي خلص بس المينيمم واحد بكفيش ما بقول لك وليد اذا خزنتها ومشيت شوي بترد تكتشف اوكي بترد ترجع عليها بعدين بتلقى مش هذا بعدت كثير عن هذا بعدين لازم ترجع وين؟ اذا رجعت ترجع على الاقل على الاقل منها درجه مضبوط؟ مش لا ما كنت بالاقل ولا مش شرط ما كنت انت بالاقل يعني هل برجع انا على الروت وبعدين برجع على هاتوا نشوف هاتوا نشوف لما بكون في عندي كنا مشكله ذاكره الكلام اللي قلته الشيء اللي بنسميه الريكيرسيف دي بي اف اس هذا شو بيساوي؟ قريب جدا على الحكي ده في عندي اراد قديش انا في عندي الهدف 366 وهون 474 449 هون بخزن ايش 393 وين بدي اروح طبعا عليها بخزنها هلا اللي بعدها هاي ايش لاحظ هون انا شو سويت خزنت الصغيره اصغر واحد هون هلا جينا هذول جينا احنا هون حكينا انه 413 بدنا نمشي فيها بس قديش كمان الاقل منها 300 اللي جنب قريبه منها بغض النظر لا بغض النظر وانا هون بغض النظر فيهم كلهم قديش اكل واحد هي هاي 393 اللي فوق لا ما هي خلص جيت عليها خلص انتهى لا ما انت جيت عليها 415 هاي هون 413 لا خلينها هلا بس الاقل منها 400 ايش 15 صح لا مش اقل منها اكبر منها بس مش فرق الاكبر منها شوي سوري انا غلطت الاكبر منها شوي ميكس يعني 415 هلا اذا جيت لما جيت هون هذول شو هم 500 وشيء 500 وشيء 417 اني اقل 400 و15 بدي ارجع على فشو بساوي هلا لما ارجع هون الفكره لما ارجع شو اسوي بهذول؟ هذول بشطبهم خلص بحذفهم وبسجل رقم واحد منهم اللي هو اقرب شيء مش 413 15 417 اخر اصغر واحد دخلته يعني بمعنى اخر لو جيت هون انه اخسر شيء بقى 417 فجيت على 400 حطيت 417 وجيت هون طلع عندي 415 لما جيت جوا اوكي طلع 450 591 اللي هي طيب ايه فشو بساوي؟ انا اذكر واحد لازم ارجع ليه؟ لانه في 417 فبمحى هذول بغير رقمها قديش؟ اصغر وحده بهذول اصغر وحده بهذول الثنتين اللي هو 450 برد امشي جيت على 417 مشيت فيها خلصتين وصلت مو خلصت اوكي دكتور بس تيتها من فوق ليش رديت رجعت من 417 طب طالما هلا وصلت 413 انت دكتور انا هون 413 هلا لما نزلت شو لقيت؟ الارقام 400 500 و500 وهنا ايش 417 اكبر من 413
بس في عندها لا مش مشكله، ما هي انا اكيد اكبر من 40 سنه انا دخلت فيها طيب. بس بقارنها في اللي قبل في هذولا. طب معناته احنا في صح اصغر الموجود يعني. فهي انا اصغر الموجود 417 عشان هيك طلعت منها دكتور. طلعت منها عشان اليوم 415. هلا لما اطلع منها لازم احذف هذول عشان اصغر الذاكره. بس عشان عشان شو بساوي؟ بخزن اقل يعني. وكانه هاي وكانك اذا جيت على هاي النون اكيد راح تمشي. هاي بتكلف لحد هلا بنعرف انها بتكلف قد ايه؟ 417. يعني كانه في كل ليفل بدك تشوف اخ تنتين اقرب تنتين على بعض، الاكثر والاكبر منها بشوي في كل ليفل هيك. ليه؟ changes its mind very often in practice. يعني هذا واحد ايش الالغوريثم شو مشكلته؟ بضل يغير في رايه. مزاج. This is because مجموع الاف والجي becomes more accurate less optimistic as we approach the goal. يعني كل ما نقرب على الهدف طبعا بده يغير. طيب if we have more memory. هلا المشكلة وين؟ المشكلة هذا شو اللي منيح فيه؟ أكلكم هذا شو اللي منيح فيه؟ خلص بخليش إشي. بس عشان بضل يغير برايو. وليش بضل يغير برايو؟ لأنه بده يحسب الأقصى. لأنه ممكن يرجع. أنا بخليش إشي. بمحى. أوكي. هلا طب لو أنا مثلا بزيد ذاكرة، هيك السؤال تبعي. لو أنا عمك عندي في على الجوال الذاكرة 1 جيجا. ورحت رخصت الذاكره رحت اشتريت 2 جيجا المفروض شو هو؟ يتحسن يسرع يتحسن عن هذا ولا عن الاصل؟ يتحسن عن هذا لا لا يعني قصدي كان الالجوريثم باخذ بعين الاعتبار انه بقدر انا ازيد الذاكره يعني لو زدت الذاكره بزيد الاداء بس احسن انه ما يخزنش لانه في بالنهايه لما بدك ترجع انت لما بدك ترجع بتكون عارف ان مسارك وين. انا رجعت على هاي النقطة اذا ما ناسبنيش بدي ارجع على النقطة اللي اصلا خزنتها وهي نقطة واحدة. ليش يعني احتاج لذاكرة اساس؟ كمان مرة هلا اوكي انت بتحكي لا ممكن اخزن اكثر، ليش بدي اخزن اكثر؟ ما انا بالنهاية هيك احسن انه يكون يعني بطل يخزن بالذاكرة. لانه مثلا انا مشيت بهذا التراك، هلا هذا ما ناسبني لانه في اقل منه، لما بدي ارجع بكون مساري محدد، ليش اكون مخزن كمان؟ انا برد عليها بزيد في التايم من الكالكوليشن بزيد. كل مرة بروح ما انا بحذف من الذاكرة بدور ارجع بنيها. ما بقعد ما عندي بس بنيها ما انت مخزن بس واحدة منها اللي هي الأقل اللي هي الأقرب على النود اللي أنا مشيتها. هاي ها ما حذفت الثلاثة هذول. مزبوط وكنت مخزنة 415. كنت مخزن 415 فوق. هذا قبل ما أجي هون. لا لما مشيت فيها. لا هذا لا ها خزنت الأقل. اوكي انت لما وقفت على هاي النقطة وشفت الثلاثة تبعونها تمام؟ مش انت عندك 417؟ هلا ما ناسبتك بدك ترجع في اقل منها، مين اقل منها؟ ال 415. طيب ما انت كنت اللي جنبهم جنب ال 415 ما انت حادفهم، ما هذا اسهل لي. صح؟ هو بيحكي انه هذه الالجوريثم عم تحذف اول باول بس بتخلي كانه بس اثنين. النقطة اللي بدي امشي عليها الاقل والاكبر منها بشوي. الريد رايت بتزيد الذاكرة كالكوليشنز زيادة على الذاكرة في الالجوريثم هذا. لا المشكلة وين؟ المشكلة انه وانا يعني انا قاعد بحذف من الذاكرة بحذف كل شيء بسجل اخر رقم بخلي اللي بالسكنة بس شو بساوي؟ سكني موجودين لا سكني شوي بحذف من ركزي معي المشكلة وين؟ انه انا كل ما بنزل بروح بحذف اللي وراي بسجل اخر كلمه بس بحذفهم بحذف ببكاء بحذف بحذف وبرد اساوي ايش؟ بسجل كلمه شوي 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 تبع معي هلا بروح ابكى صرت حاذف اللي وراي لما بدي ارجع برد ارجع انزل فيهم وقارن فيهم صرت كمان شو بساوي؟ برد احذف هذول اللي رجعت منهم ما بيخزن شيء كلهم بالحذف يعني بخزن بس القيم الاقل انا فكر وانا كمان هلا السكني النودز السكني محطوطين بالذاكره ولا مش السكني هلا ال 415 دكتور نعم. دكتور هلا انا لما مشيت عند النقطه مش عارف كم هاي اللي هي 413 هلا لما مشيت انت فيها شفت النود تبعينها هلا اللي انحذفوا مين اللي جنبها تمام ولما نزلت تحت نزلت
بدي اشوف مين جبت 417 بس انت جاي تحكي بتاعت ما هو في. لا 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 بخلي النوت اللي بحدها بس بالذاكرة. شوي 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 بالذاكرة. بس هلا حد هون مش مبين لك المشكله. المشكله انا اوكي كملي معي هذا خليت انا هاي الارقام ونزلت. طيب اوكي نزلت وين على ها على هذول. هلا انا اكتشفت انه هون شو في 417 طلعت من هذول حذفت هذول كلهم حذفتهم ورجعت نزلت ويا في هاي. لا انا ما حذفتهم انا سجلت هون 417 نزلت ويا نزلت في هاي. هلا لما نزلت كملي معي لما نزلت في هاي هذول وين شو صاروا محذوفين. اوكي هلا نزلت ايه الكيت بيها مش 415 لا يعني صارت تكلفني على الاقل 450 طلعت منهم حذفت هذول وبدي ارد وين ارجع 417 وارد ابنيها اخرى مره. فاهم عليك. طيب الحل احفظ بالميموري. هلا ضيفي عليها هاي النقطه ان طبيعه هذا الالجوريثم بدل شو ماله رايح جاي. طب ما انت بتحكي انه لما انت نزلت 413 لما نزلت بالثلاثة نون تبعوتها شفت ال 417 صرت تحكي ليش امشي في ال 417 ما في عندي 415 انت بتحكي اصلا انك حابب. لا 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 انا بسجل انا ما بعرفش اني نوت انا بقول هذا الباث اذا مشيت فيه بكلفني 415 تعالي قول لا لا هاي كمان مره. طيب هلا انا فاهمه هاي بس انا اسال فيك انه لما انت حكيت انا موسع هلا انا ما تحكي ان انا هذا النود واقف عليه تمام هلا مشيت في هدول شفت 417 هلا ليش امشي في ال 417 طب ما هو في عندي اقل 415 انت بتحكي انك حابب لحظه حذفهم. لا طلع 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 مدام شايف هاي الإشارة اللي بحث هو اللي تحتها مش هذول هذول مش محذوفين مش محذوفين مش محذوفين بس أنا بالضبط هو المشكلة كبيرة عشان المشكلة صغيرة أنت شايف هون بس تنتين حذفهم مش شايف المشكلة الكبيرة إنه فعلا بحث باب كماشي نازل تحت 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 برد برجع بحذف كل برانش يعني ممكن أنا كان نزلت هون اللي على نفس المستوى ونزلت هون ايوه بالضبط حتى لو نزلت انا شفت ما بحذف الا على مستواي ما بحذف الا على مستواي. هلا وين تبع حذف بس خلص وين تبع حذف لما ادخل لما بدخل بلكي انه صار في واحد على مستواي اكارم ليفل ثاني انا بحذف هذا لما واحد بكى على برجع على الليفل اللي بكى زمانها بالضبط اقل من اللي صرت نازله تحت تحت مزبوط برد بحذف البرانش كله البرانش وبرد برجع في هذاك البرانش هون بدي اضل وهلا ضيفي علي انه بضل رايح جاي طبيعه الالجوريثم بضل رايح جاي بضل غير في رايي فهاي يعني بمعنى اخر الحذف هان وكانه لو يقل هاتوا نفكر في شيء ثاني اللي بنسميه الام اي ستار في الـ MA star قبل ما اقرا شو هو هاتوا نكتشفه شو رايكم انو بده يساعدني انو بده يساعدني شريها واذا شريها ما زبطتش ديال يلا بدنا نكتشف شو الالجوريثم هذا انا ممكن يكون احسن بحالها هاتوا نكتشف شو هو بنسميه سمبل ميموري باوندد اي ستار انا بديش اشرحه بدي انت تكتشفي نبلش من ايه تبعتنا انا بسال بلشنا من ايه اول شيء واضح من اسمه شو هو ميموري باوندد واضح انه في عده ليفلز طيب منبلش من ايه؟ بلش من ايه؟ طيب بده يروح على او ايه بتكون 0 زائد 12 يساوي 12 اوكي اللي هي جي زائد بعرفش انا بديش افسر ايش بيناتهم 10 ولا 12؟ 12 بينهم 10 بين هاي وهاي 10 طيب شو هي ال 12؟ مجموع اف جي و اف
وهون انتبهوا في عندي اكثر من جول. مش مشكله أب... مش مشكله انا اوصل ابصل لاي واحد. بعدين راح فحص الثانية يعني من A ل من A نزل في B بكى 12 صار 15 شو اللي صار؟ يلا نزل أنا بحكي للباب لهديك لثالث مستطيل ثالث مستطيل تسألينيش ما أنا بدي أكون تكتشفه المسافة 12 هي المسافة يا إما بين A و D يا إما بين A و الخط المستقيم خلينا نقول بين A و D أو بين A والمسافة لا لما يكون هيك أنا بجاوبك هي مسافة لجو هون في هذا أربع جولز مسافة لأكثر جول فيهم لا مش مهم بس مش المسافة حقيقية ستريت فلا ستريت لاين المهم هي ما بقول لك H طيب يعني من هون لهون 12 ومن هون لهون 5 دائما هذا الرقم هو الخيالي وهو الاستيميتد ها قد ايه مشى؟ قد ايه مشى؟ لا تشوف الكورس هذا عشان تفهموا هاي ها طب هون القريبين عليها في بناتهم خط مستقيم بين الجي والبي وراح حسب بين الجي لما يروح من A to B 15 ومن A لجي 15 كمان مرة فهمت الفكرة انت ولا لسه؟ أول خط أول هاي؟ أول هاي من هون لهون شو صار؟ بده هلأ من A بده يروح راح على B في 15 أوكي لك الأكشوال بوست خلص 15 في العشاء الثانية بده يروح يعني بيقدر يوصل نود جي والمسافه 13 بنوصل 13 هلا مين قال 13 13 وهون شو حط بحاله عند براسه خدها. انه لك صار لك 13 طيب هلا خلص ما حبي ما حبي شو سوا هلا وصل جي لحظه ما حبي شو سوا اخذ قيمتها شو صار خزن 13 بين قوسين 15 عشان يضل 15 يعني خزن كربي واقرا طيب بعدين هلا بين بيقدر يوصل من خزن 15 انه خزن محل نود وخزن 15 كمل وين راح؟ على الاتش راح على الاتش شو لك هي؟ مسافتها 18 طيب كمان بيقدر يروح من جي على اي هلا هو هون لما نزل على اتش شو بقى مخزن في اتش في جي شو خزن في جي 13 تبعتها المسافه بين المسافه من جي لاتش 13 المسافه من جي لاتش 13 اوكي عشان نروح عليها هلا راح من جي لاتش بس 18 هي المسافه بين اتش لسه احنا ما بنعرفش ايش بدنا نمشي المسافه الحقيقيه من هون لهون ايه سوري مش حقيقية اتش من اتش لجي او ل انه من ايه اللي هي المسافة اللي قطع وين احنا هون المسافة اللي قطعناها زائد المسافة اللي ضايلة علينا بس احنا ما بنعرفش لسه وين نروح ليه؟ شو مشكلة المسافة بعيدة عن هذا طيب ماشي خلص انا لهون وصلت هلا بدنا نكمل 13 هلا من جي بده يشوف بيقدر يروح كمان على اي صح؟ من جي على اي راح لحظة 24 قولي لي هون كيف بدل القيمة تاعت 15 لما قارن مع
لما بده يروح يعني وانا هون وعمال اكتشف انه هاي مش 13 هاي 15 ليه؟ لانه ما اخذتش اتش اخذ اي اقل القيم بس ما مشيش بيه ها؟ لا شكله بده يرجع يستعمل بي عشان هيك رجع ل 15 بس أه. كيف اكتشف انه بده يرجع يستعمل بي؟ كيف اكتشف انه يرجع يستعمل بي؟ لانه المسافه يمكن من بي لانه صار في الجو صارت مكلفته كثير 24 طب بس ما هو ما عندوش حد معين لازم اذا كلفته اكثر منه يرجع بفكر بطريقه ثانيه لا لما صار وين؟ لما صار في اتش صارت مكلفته 18 هي اكثر من 15 كيف؟ طبعا 18 اكثر من 15 حطينا 15 هلا هو ظل مخزن مو بيعرفش وين هلا هو خزن في راسه انه في لو رجع راح يمشي 15 راح يبقى 15 هلا هو في بايده 13 لو رجع بخزن 15 هذه آه مش معانا انتم معانا نشوف انا محلها هاي لازم تكتشفوا لحالكم ها؟ لا لا جدية يعني معني انه انتم تكتشفوا هاي الموضوع أوليل إنه هو زي خزن مسافة الأول جول تعال اشرح بدي اشرح مش متأكد بس يعني إنه حاول أوكي هو كان أول شيء مسد هو زي ما حكيت ما هوش أخذ النقط اللي هو شايفها من عنده البي والجي أخذ الفات الأقصى بالنسبة له اللي هو 13 بعد 13 مشى 13 مشى بالأتش 18 اللي هي أكبر من 15 ف رجع اخذ الشيء المربوط الثاني معه اللي هو ال 24 فوصل للاول فبعد ما استخدم كل اللي عند الجي بطل بحاجه لقيمه ال 13 بحاجه للقيمه الثانيه تاعت بي اللي هي ال 15 كمان مره اول شيء هو كان مخزن ال 13 اول شيء هون شو فيه؟ بعرف حاله انه بعيد 12 عن الهدف ماشي لما مشى ستيب لتحت اكتشف انه في عنده تنتين انه في بي 15 لو بده يمشي ببي بكلفه 15 لو يمشي بجي بكلفه 13 ولو بده يمشي بجي بكلفه 13 محا ايش؟ محا بي بس حافظ راح على محط 12 محط 12 اوكي حط 13 اللي هي القيمة تاعت جي وخزن عنده ال 15 اللي هي القيمة تاعت وبس ما حبي من الذاكرة ما حبي من الذاكرة طيب عند الجي في عنده هسه بصفي عنده تو نوتس محطوط مع الاتش والجول على ال 24 نكمل هون هلا هون شفنا نزل في اتش لك ايش؟ 18 18 18 طبعا اكبر من القيمة المخزن عنده هي ال 15 بداية من 15 ولا قصدك من 13؟ أكبر من 15 إنه الإشي اللي عنده على البرانش الثاني. آه. وبرضه إذا أخذ البث الثاني على 24 بوصل الجول. طلع لي طلع لي شو؟ طلع لي هون. ماشي. هنا. وزي إنه زاروا نقطتين موصلات مع جي أو عشان يعني وصل أول جول. يعني إجا أول شيء هون قال آه هاي كلفنا 15. هاي كلفنا 13. هاي كلفته 18 اوه لا وين ارجع؟ ارجع جي ارجع جي كذا بكلف وصل 13 بنزل لتحت وصل للجول 24 24 ايه وصل للجول جول 24 فخزن قيمة أول جول وصل 24 مو هين هلا هو هل هو فعلا راح على على اي راح على اي 24 أول جول فبالنسبة له صار خزن 24 هي أول جول بس عنده قيمة 15 أقل فرجع لها اقل من شو؟ اقل من الشيء اللي مشى توصل اول جول 24 ف
فمشى بعدها صار عندنا هنا بي 15 عندك اقرب جول عنده بسرعه 20 فصار بالنسبه له البيست بات صار عنده 2 جولز وصل المحترف يعني هو 24 هو وصل الجول وصل الجول على 24 بس عشان يكون اوبتيمال فحص الجول الثاني وبكله اه والله شكله في شيء بوصله 15 صح؟ اه يعني هو وصل الجول هو على 24 بس ايش بيعرف؟ انه في بامكانه يوصل جول من 15 طيب فشو سوى؟ شو ما حمل الذاكره؟ شو ما حمل الذاكره؟ ما حمل الذاكره اللي هن الاتش اللي ما وصلوش يعني على الجول اللي ما هاي الناحه وخلى رد رجع بي اللي هي بكت ايش قبل شويه؟ خلى 15 لو في ثلاثه رجع ثلاث لو في ثلاثه هو. يعني برد بيرجع يستكشف بعدين هسه بعد من بي زار في عنده برضه نقطة تو نوتس السي والدي زار سي صارت عنده 25 برضه مش جول وزار دي اللي 20 هي جول طبعا قيمة 20 أقل من 24 وبرضه هذيك قيمتها 25 شوي خلينا من هون هلا من هون رجع بي بالذاكرة قال هاي 15 وهي 24 ماشي لاحظ شو سوى جي 24 سجل 24 سجلهاش القيمة قديش هي 13 شو سجلها؟ 24 كنت 24 يعني زي اللي قبله بس بحطش في الذاكرة اها هسا عندنا مع بي في تو نوتس في السي والدي إذا مشى على السي صارت عندنا 25 ال 25 هي أكبر من 24 فبديش إياها هي من الأصل أكبر من أقصر إذا راح على السي صارت 25 صارت 25 هو اصلا في عنده 24 24 في عنده 24 معناته بديش اياها من مره لانه 100% مش اوبتيما اه انا بدور على شيء اقل من 24 اقل من 24 فضل عندنا الدي لما زار الدي صار 23 لما زار الدي 23 هي اقل شو هاي الاوبتيما ما هي الاوبتيما اه بس انا مش فاهمه ايه اول بوكس بالبي السطر الثاني ليش صارت 15 15 ولسه اصلا مش زي مش ضايف بي على الباث لسه مش مكتشف انه هو بدوش مش بادي مش بادي هو هان زي انه صفر 13 بدوش اياها اه كيف اكتشف هون انه 13 بدوش اياها لا هو لا اكتشف مش بدوش اياها اكتشف انه 13 مش 13 حقيقيه مش يعني هي مش جول اقل من هو زادت هي ب 13 تغيرت 13 صارت قديش مش هي بس اه عشان هيك 18 بعدين صارت 24 يعني راح على اول واحده لكي 15 رجع في الباث الثاني لكي 13 نزل شوي لكي ايه لا بنتعش 18 بحدها لكي جول بس على 24 بس هو بك قبل شوي رايح على بي لكي قديش 15 معناته ممكن يلقى جول اقل من 24 بده يجرب مش اكيد ولا اكيد لا مش اكيد بس اهم تسال شغله هلا نزل في في سي في بي نزل في بي هلا لما نزل في بي من بي على سي سوري لك ايش 25 25 مو بيعرف انه عنده 24 وصل اصلا طب جرب اللي بحدها 20 لك 20 لك الجول بس مش شرط لا مش شرط بس لما خلص مش لازم برضه يرجع للاتش هاي بال 18 ليه؟ عشان يقيس جي قديش بده يوصل قيس جي طب شو بدي اعرف انه بجوز هاي الكلمه بتطلع اقل؟ يعني كمان مره حلو سؤال ممكن الجول الثالث يطلع مسافه اقل من 20 ليه كيف؟ انه عندي 18 وتخيل هاي واحد مثلا كمان اف لا هو لو واحد لا احنا بنعرف الاستيميشن نعرف الاستيميشن يا الاستيميشن هنا الاستيميشن قد ايه هنا؟ اثنين صار 18 اوكي 18 لو انا صفر او كذا يعني بس ممكن تكون يكون حاس هو انه طب بس لا قصدي لو هاي المسافه هنا الحقيقيه يقول وعد المسافه الحقيقيه اللي لم تمشيها مش الاستيميشن اللي لم تمشيها اللي هي طب شو بصير 19 كلها اقل طب مش اقل صار اقل من طب يمكن هو ما كمل حل ممكن لسه بده يحسب جي وبده يحسب اف لانه كمان اف على انت حسب ما بتحكي كمان في عندي جول اسمه اف بجوز اوصل له بأقل من 24 ايه لا اف لغا عشان انه سي التغى انه سي صارت 25 اكبر من الجول اللي كنت انا واصله ب 24 مش داعي لها اه بس الاتش بس الاتش لا هو راح يرجع للجي راح يرجع على الجي ويرجع للاتش
رح يرجع الجي يرجع الـ H هو لكي بعشرين. لا ما هو طلع هو هون شو سوا انه هو نفس اللي كبله بس هو نفس اللي كبله بس هو بيختلفش الا في انه خزن في الذاكرة هان يخزن بمحى وبقول انه انا ممكن القى جول اقل او جول اكثر. هلا هون لما اجى في هذا البرانج الجول اللي بكلفه 24 شطب الجول بس لو انه لا بتكون الداتا اللي مخزنه مش لا هي كونسيستنت ممكن ما يكونش لا كونسيستنت ولا ادميسبل ما حكيت انا بيطلع مش ادميسبل بتطلع المسافه اقل من شو اسمه انا حكيته بيطلع 17 و18 فبزبطش ف ليش كنا الادميسبل كونسيستنت لازم يكون الداتا عشان الالجوريثم يشتغل. طيب نرجع فكرة الالجوريثم كمان مرة بعد ما اكتشفناها like a star but when memory is full we delete the worst node when the memory is full. هاي كان ما مش ممكن تكتشفوها انتو بس من السلايد ويدلي هيك الفكرة انه لما تعبى الذاكرة يعني انا بستعمل كل الذاكرة بمحاش 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 شو بساوي؟ لما تتعبى الذاكرة بس بمحاش مثل الـ RPFS we remember the best branches if there is tie اللي هي يعني الـ if values we first delete the oldest nodes first. هو نفس الفكرة هو نفس الـ نفس هاي بس بنحذف لما الذاكرة تكون full. شو هلا لما الذاكرة يعني بنصير نحذف الـ oldest طيب هلا لاحظ انه انا شو هون الفكرة عندي 3 نوتس ميموري يعني عارف كيف فريد يعني ها انا بقول له قديش بدي نوت في الذاكرة وهو بيشتغل. لا ما تفكروش حالكم فهمتوا فكرة الالجوريثم اول مرة هلا عشان هيك ما دخلش في الاتش معناته عشان هيك ما دخلش في الاتش لا ما هو هو كان بامكانه ينزل بس بده يحذف شيء ساعتها ايوه ما هو لو دخل في الاتش كان حذف فضاك مثلا فهو فانت بتقول له قديش نود بدك اياه في الذاكره يحط وهو بيشتغل بس هذه الباوندري تبعت الميموري بتحدد لك انه هل الحل اوبتيمال لذاكره اكبر ولا لا يعني لو كان 4 نودز بطلع نفس الحال لازم يطلع نفس الحل لا بس بيطول اكثر لا يعني لانه ساعتها بده يروح ويرجع يروح ويرجع اكثر. طب دكتور اذا انا بدي اوصل بس الجول تبعي جاي 3 نود بالذاكره كيف طيب كمان مره اوقف الجول الوحيد تبعي قصدك هذول هاي 4 نود صار 4 ليفل لا في هاي الحاله ما بيحذف ايه بده يحذف بده يحذف ايه او يعني ينزل او يربط ثنتين يمكن يوصل من A و H بدون ما يمر G لا لا من A و H لا انا بحذفها بس عشان عمل 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 ما احسب ويندو اما هو برضه احنا ناخذ بالاعتبار انه نزيد الرقم يعني ثلاث نود اكستريم كيس بس ثلاث نود في الويندو بس انت تخيلي انه انه هذا قديش بوفر يعني 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 هو الجوريثم بيشتغل على هون واضح ان السرعه اقل سرعة التايم اكيد سرعته اقل بس عاد بيشتغل على ذاكرة بس 3 نوت بس لو الذاكرة عنده كبيرة بحذفش فهمت كيف؟ يعني هاي الالجوريثم زي هيك تزبط مثلا مرات بك اذا الذاكرة غالية او اشي صغير جدا مش حطه ذاكرة يعني الالجوريثم زي هذا بيشتغل فهمت كيف؟ طيب البطارية طيب خلينا ناخذ بريك وبنرجع نسجل بارت 2 من هذه المحاضرة.